احنا عاوزين نقول لساره الف مبروك يا ساره، رفع عرسنا ومشرفانا. وهي مش اول مره كمان يكون اسمها موجود، وهي كمان معانا على التليفون. ساره مساء الفل، الف مبروك. انا مبسوطه ان انا معاكم النهارده جدا في المداخله دي والله. احنا مبسوطين بيكي اكتر يا ساره، ومشرفانا رفع اسم مصر. يعني قولي لنا عملتي ايه مجهود او خطه عشان توصلي للفاشن ويك؟ يعني طبعا مكانه جميله، وفوربس كمان بنحييكي، ومبسوطين بالبوستر بتاعك او الكوفر بتاع الغلاف. حبيبتي اول حاجه انا مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده، وثانك يو على الانترودكشن الخطيره دي، اتس بليجر. والله بصوا، هو اول حاجه طبعا توفيق من ربنا، تاني حاجه بلان. وانا عشان طبعا انتوا عارفين ان انا ام وعندي اولاد، ما شاء الله. عندك قد ايه؟ عندي بنتين 9 و4. يعني انت اللي زيك تقول لك لا انا مش هينفع اعمل حاجه، انا على الولاد. جميل جدا ناخد بالنا من الولاد ونراعيهم ونكبرهم تمام التمام، بس ننجح برضو. يعني ما فيش تعارض يا ساره اهو. ايوه، عايزه اقول لك ان انا نفسي وقت لما كنت حامل كمان في بنتي الثانيه سبيسيفيكلي، انا كان بيجي لي الافكار دي كتير، انه خلاص بقى انت كده كده هتخلفي والموضوع بالنسبه لك هيبقى صعب جدا. بس بجد حاربتها، لانه الواحد ساعات لما بيتحط في مواقف صعبه بيلاقي نفسه بيتصرف اكتر بكتير من الكابابيلتيز اللي هو كان متخيل نفسه هيعملها. يعني انت من 7 سنين، من 2016 كنت بتشتغلي وشاركتي في اول فاشن ويك، يعني ازاي وانت كان البنات هي من ساعتها كانت واحده صح؟ كان عندي بس مليكه صغيره بالظبط. وعايزه اقول لك انا بعد ما خلفت مليكه على طول بدات ادرس فاشن وعملت اللونش بتاع البراند بالظبط. درستي هنا ولا بره؟ لا، بدات اول كوليكشن ليا عملت له فاشن شو في نيويورك فاشن ويك. كان اول برزنت ليا خالص، كانت حاجه برضو لما بفكر فيها دلوقتي بحس اللي هو ايه ازاي يعني. ايوه ما شاء الله. مين ساعدك يعني؟ يعني اكيد حاجه مش سهله يعني. بصي، انا اهلي ادولي سبورت مش عادي في بدايتي وطول الوقت الصراحه، اهلي وجوزي. بنحييهم وزوجك طبعا، بنحييهم. انا بحييهم طول الوقت ان انت معاكي بارتنر بيدعمك مصدق فيكي طبعا. وما بي خدي بالك كتير قوي بيبقى فيه لوم بتاع انت، يعني الناس بتحاسبك. ففكره انه شخص يبقى بيدعمك في كل الابس اند داونز بتاعتك وبيديكي دايما السبورت، سواء اهلي سواء جوزي، ده جزء كبير قوي من نجاحي. I will always be grateful for بصراحه. ما حدش بينجح لوحده طبعا يا ساره، ويعني في رجاله قد المسؤوليه وفاهم انه من ضمن مسؤوليته تجاه شريكه حياته ان هي تبقى ناجحه، ده جزء من مسؤولياته. فيعني طبعا احنا بنشكر الاهل وبنشكر زوجك ان هو وقف جنبك ودعمك، محدش بينجح لوحده. ودايما بنقول يا ساره انه طريق النجاح عمره ما كان مفروش بالورود، اكيد انت سعيتي وتعبتي واجتهدتي ووقعتي وقمتي تاني، واكيد كان في لحظات يعني زعل كتير في النص. اكثر لحظات الوقوع هي اللي بتخلي الواحد يبقى اقوى ينجف. أنا بجد طب ما تحكي لي عليها. ما تحكي لي ايه اكتر مواقف صعبه؟ انا اكتر موقف صعب عديت عليه في حياتي، وبجد الموقف ده غير لي مفهومي عن نفسي وعن فكره ايه الصعوبات. ايوه، انا كنت عندي اول فاشن شو ليا في مصر وانا حامل في بنتي الثانيه. الكلام ده كان في 2019. تمام. والبلان كانت ان انا بلونش حاجه معينه، الفاشن شو كان لازم يبقى وانا حامل في الشهر التاسع. يا حبيبتي مش عارفه ايه الظروف دي، بس يعني it was planned انه لازم يبقى كده. خططتي ولازم يحصل. it had to be في البيت ده. وولدت قبل الفاشن شو باسبوع. يا كمان يا حبيبتي. وولدت سي سكشن and it was انا فاكره كويس قوي قوي وانا رايحه لاحمد جوزي بقول له احمد انا بولد، فقال لي طب اوكي. قلت له طب والفاشن شو؟ قال لي لسه فاضل اسبوع. ده هو كمان ما شاء الله يعني ماسك اعصابه. هو كمان الميزه فيه انه حسب ما بتحكي هو على نفس الموجه، يعني هو مش بيتعامل مع الموضوع، هو حاسس ان هو ده مساله تخصه هو كمان وده مهم. انا عمري ما هنسى والله والله يا جماعه، احنا قعدنا انا ولدت وعملت ميتنج اصلا مع الستاف بتاعي في المستشفى، التيم التيلرز وكده، كنت مصدقه وما قلتش للسبونسرز اللي كانوا معايا في يعني جابت بيخلص اللي بيقص او الترزي او في المستشفى. ايوه والله برافو عليك. وما قلتش للسبونسرز وعملت الفاشن شو فعلا بعدها باسبوع، كنت واقفه لابسه كعب. انا لو حد قال لي اخطط لده استحيل هعمل الخطه دي، بس قصدي الواحد لما بيتحط فعلا في الموقف الصعب بيتصرف اكتر بكتير من امكانياته.
ده كان من اصعب المواقف اللي اهم حاجه انك تكون عندك الرغبه الحقيقيه، الاصرار على تحقيقها والقدره عليها ودعم من اللي حواليكي، ده دي مفاتيح اي نجاح. بس انا عايز اسالك على حاجه يا ساره، اول مره خالص يجي لك دعوه انك تروحي تحضري اسبوع فاشن في اي مكان او اي ايفنت ليه علاقه بالفاشن في العالم، اول مره يجي لك دعوه زي كده، دي عملت فيكي ايه وطلعت منك ايه؟ اولا انا اول مره جات لي الدعوه دي انا كنت بشتغل لسه فول تايم جوب مع دراستي مع بيزنس صغير للفاشن، كنت فتحت كنت بعمل كذا حاجه في نفس الوقت وكنت لسه مخلفه. فدي كانت اول بوش ليا اللي هو انت محتاجه تاخدي قرار حالا ان انت تسيبي كل حاجه وتفوكس بقى على الفاشن ديزاين اللي انت بقالك 3 سنين قاعده بتبني وبتذاكري وبتدرسي عشان تعمليه. ايوه ات واز ماي فيرست، اول خطوه ليا ان انا اخرج من الفول تايم جوب او الشغلانه اللي من 9 ل 5 اللي انا بشتغلها مع الحاجات الثانيه وموف اون بقى للحلم بتاعي. ما كانتش مجازفه يعني ولا مجازفه محسوبه؟ لا طبعا مجازفه كانت مجازفه محسوبه، لانه انا كان عندي اوريدي بدات بزنس ثاني صغير بعمل 30 افراح وكده بالظبط. فكان سبورت كده ليا او اداني يعني كانت اكنها ترانزيشن، انا برضو كنت عامله خطه مش عايزه فجاه زي ما الناس تقعد تقول اللي هو امشي ورا حلمك سيب كل حاجه انت بتعملها وروح لحلمك، تمام ده 100% صح، بس محتاج يبقى معاه خطه والخطه دي تبقى تدريجيه. احنا عايزين بقى الخطط دي تبقى في نصيحه كده للي بيسمعوكي، مين كان مصدر الهامك وازاي تميزتي في وسط العالم ده عشان فورس تعمل عنك غلاف، يعني ايه اللي يخليه واحده مصريه تتميز في وسط العالم؟ نصيحه بقى للي عايزين يعملوا زيك. انا بشوف انه الحاجه الاساسيه اللي انا مقتنعه انها مهمه قوي لاي شخص عايز يمشي ورا حلمه ان هو يبقى مصدق نفسه. الشخص لو مصدق ان هو بجد عنده تالنت وان هو بجد ممكن يضيف حاجه مختلفه، لانه كلنا بيجي لنا الافكار بتاعه ايه الجديد، يعني من يعني انا مثلا لما جيت رايحه نيويورك كان بيجي لي افكار بتاعه هو انت يعني فاكره نفسك اول واحده هتعملي كده، هو انت كلنا بيجي لنا التفكير السلبي ده. هو البني ادم لازم يبقى مصدق في نفسه، لازم يبقى عارف اي حاجه possible. دي صوره امينه اللي فاتت، امينه خليل طبعا النجمه امينه خليل، ودي اي ثينك انغام. انا اللي طبعا اللي بعديها ريهام، ستايلات كلها مختلفه ومناسبه لكل شخصيه.